بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله وعظم سلطانه. الآن نمر إلى الآية التالية: ذلك من أنباء الغيب، يعني أنباء ما وردتش عليك أبدا قبل هالذكر ده. ذلك أي اللي في شأن مريم البتول عليه السلام، ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك، أي بالوحي وصل للرسول عليه السلام، لا بتربية الصهاينة ولا أهل النصارى في عهده عليه الصلاة والسلام. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، أي ما كنتش معاهم، إذ يلقون أقلامهم مكليتي راجو صور، أي ضرب القداح. أنا ومنهم من يمشي يحق له باش يربي سيدة مريم عليه السلام ويربيها وهي تربيهم في الحقيقة. صحيح، وشوفوا كيفاش هي قصته، قصة سيدنا زكريا عليه السلام معها، هي اللي منا باختيار ربي ليها باش تكون أم لسيدنا عيسى عليه السلام الذي خلقه الله كما خلق أبانا آدم عليه السلام. ماشي، بقى طريقة الخلق اختلفت، بونا آدم كان طين نفخ الله فيه من روحه ولا بشرا سويا وهو أصل البشرية كلها، وسيدنا عيسى عليه السلام نازل من إنسانة خير من خير الإنسانية عليهم السلام جميعا، ولكن عن طريق الروح التي بثها الملك الكريم عليه السلام والتسليم في كلية مريم عليه السلام. ما نقولوش الرحم فقط كلية، لأن المسألة ما هيش خلق مادي فقط، لكن الخلق ذا يجمع صفاء الروح ونور العقل وسلامة الفيزيولوجيا وسلامة الشكل وسلامة الأعضاء والأنسجة والخلايا. نكبر الله ونمجده أبد الأبدين بفضلك يا رب العالمين.